بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. وإحنا صغيرين كان بيبقى في عيادات، عيادة ممارس عام وأنا صغير تمانينات مثلا، كنت ألاقي يافطة موجودة في الشارع مكتوب عليها الدكتور فلان الفلاني أخصائي باطنة حميات أطفال نساء وتوليد. لما كبرت استغربت الناس دي كانت شغالة إزاي الدكتور ده كان بيشتغل أطفال باطنة حميات نساء وتوليد. فكان هو ممارس عام مش حاصل على اي ماجستير او اي شهاده في الطب، وبيشتغل ممارس عام وبيشتغل كل حاجه، بيشتغل بطنه وبيشتغل جراحه وبيشتغل اطفال وبيشتغل نساء، بيشتغل حميات وبيشتغل كل حاجه، يعني عامل زي حلاق الصحه كده، متمرس في كل حاجه وبتاع كله. دخلت انا كليه الطب، درسنا الطب ده 7 سنين، 6 سنين وسنه امتياز. بعد كده بعد سنه الامتياز بنبتدي نتخصص. فعرفت ان في حاجه اسمها التخصص، والحاجه اللي كانت موجوده زمان ديت ما كانتش حاجه صح، مش صح في الطب ان الواحد يشتغل كل حاجه. بنتخصص، بناخد التخصص ده فتره اسمها الطبيب المقيم او النيابه في الجامعه او في مستشفيات وزاره الصحه. بعد النيابه ديت او بعد التخصص، النيابه ديت او فتره الطبيب المقيم ديت الطبيب بينطحن فيها، بيشتغل فيها شغل صعب جدا، بياخد نبطشيات في المستشفى، ممكن يقعد في المستشفى 24 ساعة، طبعا نبطشيات وشغل مرهق وشغل متعب، ولكن الطبيب بيتعلم في الفترة ديت، بيتعلم طب صح وبيشتغل صح عشان حياته بعد كده اللي هيبدأ يمارسها والطب اللي هيمارسه بعد كده لازم يتعلم صح في الفترة ديت اللي هي فترة الطبيب المقيم أو فترة النيابة، سواء في الجامعة أو في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية، بغض النظر عن اسم المستشفى اللي الطبيب شغال فيها. الفترة دي هي فترة التعليم، وبيبقى في أخصائي أكبر منك، في طبيب مقيم أكبر منك سينيور عليك، في استشاري، في أساتذة، في أساتذة مساعدين، في رئيس القسم، في ناس مشرفة على شغلك، وزي نظام الجيش بالظبط في الجامعة أو في وزارة الصحة، إن في حد أكبر منك بيعلمك. ده بنتكلمه ليه؟ بيتكلموا على أساس إن الطب ده عبارة عن صنعة، صنعة أنت بتكتسبها، فالصنعة ديت لازم عشان تكتسبها لازم تكون متخصص في تخصص معين، تاخد تخصص تمشي فيه تتعلم منه وتبقى متمرس فيه وعندك خبرة في التخصص ده بناء على المعلومات اللي خدتها وبناء على التعليم اللي انت خدته سواء في الجامعة او في اي مكان انت بتتعلم فيه. بتاخد التخصص ده بعد الماجستير، بتحضر دكتوراه، بعد الدكتوراه المفروض بتمارس ابحاث تانية او شغل تاني. بيفضل الطب ده عبارة عن، هو الطب مرهق جدا، والطب عبارة عن دراسة مدى الحياة، يعني اللي يمارس مهنة الطب ديت مهنة الطب مرهقة جدا وصعبة جدا، قد يكون فيها بعض المكسب المادي وان كان مش كبير قوي يعني، ولكن مهنة الطب متعبة، الواحد بيذاكر بيدرس طول عمره بيمارس مهنة الطب، عشان يمارسها لازم يكون مطلع على كل حديث وكل شيء جديد. قلنا المقدمة ديت ليه؟ قلنا المقدمة ديت عشان في قنوات انتشرت لبعض الأطباء وللأسف كمان غير الأطباء. الأطباء دول منهم طبيب مثلا قاعد في رومانيا، أطباء موجودين في مصر، أطباء صيادلة موجودين عاملين قنوات على اليوتيوب وصفحات على السوشيال ميديا بيعالجوا فيها كل أمراض الطب. الطبيب اللي هو أساسا تخصص سموم، والسموم دي لمن لا يعلم هي مادة أكاديمية ملهاش علاقة بالمريض، بيتكلم في كل أمور الطب، بيتكلم في البطنة والنساء والأطفال والذكورة والغدد والروماتيزم والمناعة وهشاشة العظام، كل أمراض الطب الطبيب ده اللي هو قاعد في رومانيا بيتكلم فيها. هو أساسا تخصص مادة السموم أو مادة التوكسيكولوجي. مادة التوكسيكولوجي أو مادة السموم هي مادة أكاديمية ليس لها علاقة نهائيا بالمرضى أو بالمرضى وما عليكش مرضى وما شافش مرضى قبل كده. فازاي يتكلم في كل تخصصات الطب؟ هو ينفع واحد، ينفع طبيب يتكلم في كل حاجة، ينفع حضرتك تجيب مثلا السباك لشقتك يظبط الكهرباء، ولا لازم كل واحد ليه شغلانته اللي اتعلمها؟ ازاي انا اكون مادة اكاديمية ملهاش علاقة بتخصصات الطب، وازاي امارس واتكلم في كل تخصصات الطب وادي نصائح طبية للناس؟ انت حضرتك كمريض ما انت عندكش خبرة، ما تعرفش الفرق بين التخصصات، وما تعرفش المرض اللي عندك ده تخصص مين. انت بتسمع كلام على اليوتيوب او بتسمع كلام على الفيسبوك او في السوشيال ميديا، الكلام ده بتسمعه مسلمات لانه جاي من طبيب، المفروض الطبيب ده حد عنده ضمير، حد كويس، حد بيديك معلومة، بتاخد المعلومة ديت ممكن تطبق المعلومة دي على نفسك في حياتك وعلى اسرتك وعلى اي حد تعرفه.
المعلومة دي لو مش صح ممكن تضرك في حياتك وتضر صحتك بعد كده. ان يجي حد ملوش علاقة بالتخصصات الإكلينيكية بتاعت الطب، هو أكاديمي ملوش علاقة بالتخصصات الإكلينيكية، ما شافش مرضى قبل كده، ما كشفش على مريض قبل كده، مش بيشتغل في مستشفى من أساسه، وعامل قناة على اليوتيوب وبيدي استشارات على الويب سايت بتاعه، استشارات يتراوح سعرها من 100 يورو ل 800 يورو بناء على مدة المكالمة اللي بيكلمها. فده استغلال وضحك على الدقون وضحك على الناس ونصب للأسف، وده حاجة لازم نحذر الناس منها. ما ينفعش حد يمارس مهنة الطب أو يتكلم في الطب وهو ملوش خبرة سابقة في الأمراض، لازم. وما ينفعش حضرتك كمريض ما تصدقش لما تلاقي الدكتور بيتكلم ويقول إيه علاج النقرس في أسبوع، علاج الروماتويد في شهر، علاج السكر نهائيا في خلال شهر، ويقول أنا بمارس طب جديد والطب ده غير الطب التقليدي اللي أنتوا بتشتغلوه الأطباء، وأنا عندي طب جديد بنمارسه. في ناس كتير اتكلمت على الشخص ده، ناس كتير جدا غيري، في الدكتور محمد منصور في لندن، وأطباء كتير اتكلموا عنه، ولكن للأسف هو ليه أتباع كتير، هو ليه أسلوب معين بيغري الناس بيه، والأسلوب ده بيكلم الناس بالأسلوب بتاعه. الأسلوب ده قد يكون مغري للبعض، وقد يكون فيه أنه بيقول الأطباء بيتعاملوا مع شركات الأدوية، وحضرتك أساسا بتبيع مكملات غذائية وأدوية، يعني ما ينفعش طبيب، الطبيب ده وظيفته ممارسة مهنة الطب، الكشف على المرضى ووصف العلاج، وما ينفعش طبيب يصرف علاج او يكتب مكملات غذائيه ويقول للناس انا ببيع مكملات غذائيه عن طريق امازون واشتروا من المكملات، ويطلع ببرطمانات المكملات الغذائيه في القناه بتاعته ويروج لها ويبيعها. ما ينفعش اكشف على مريض عن طريق الويب سايت من غير ما اشوف المريض، وانا شفت المريض، الفيس تو فيس كونكشن او الاتصال الشخصي بالانسان ده ليه عوامل كتيره جدا في تشخيص المرض. ما ينفعش اشخص اونلاين، او ما ينفعش اشخص بالسكايب او بالمكالمه التليفون. طب حضرتك ما قلتلناش تخصصك ايه؟ الدكتور ميم جيم او كاف عين، هو اسمه ميم جيم اساسا ومغير اسمه باسم السينمائي اسمه كاف عين. الطبيب ده ما قالناش تخصصه ايه في الطب، ما هو التخصص الذي يمارسه الدكتور كاف عين؟ ما تخصصه؟ اما يقول لنا تخصص، هو بيقول انا سموم وتغذيه علاجيه. طب ليه بتتكلم في الجهاز الهضمي؟ ليه بتتكلم في الروماتيزم؟ ليه بتتكلم في كل الحاجات التانية ديت؟ انت سموم ولا تغذيه علاجيه؟ اصل ده تخصص وده تخصص. السموم ده مادة أكاديمية ملهاش علاقة أو بالطب، ملهاش علاقة بممارسة الطب الإكلينيكي، والتغذية العلاجية ده تخصص تبع دكاترة الغدد والأمراض الباطنة، فده تخصص وده حاجة تانية، ده مادة أكاديمية وده تخصص إكلينيكي. إحنا بنقول الفيديو ده عشان نقول إن الطب دلوقتي بيتجه للتخصص في العالم. الطب ما بيتجهش للشمولية، مفيش حاجة اسمها الشمولية، مفيش الدكتور بتاع كله، مفيش الدكتور اللي بيمارس كل حاجة، مفيش حد في العالم فاهم كل حاجة. ما روحش اجيب معلومات من حد بره او فيديوهات بره او حد عامل قناه تانية، او اروح اجيب معلومتين من على جوجل وادخل على جوجل واجيب معلومتين واجي اقولهم للناس واقول لهم ان انا الجهبذ اللي بمارس الطب الجديد، والدكاتره بيضحكوا عليك والدكاتره بيخدعوك، وانا بقول الطب الجديد وانا الطب عندي اللي هتخفوا منه تماما. اما تلاقوا حد بيقول لكم علاج النقرس في اسبوع وعلاج السكر في شهر وعلاج الضغط نهائيا والشفاء تماما من المرض في خلال شهر واسبوع والمدد ديت لامراض مزمنه، وانا عندي طب جديد والدكاتره بيخدعوكم بالطب، اعرفوا ان الشخص ده شخص نصاب وملوش علاقه بالطب، وبيمارس الدجل وبيمارس النصب وبيمارس حاجات تانية غير الطب. لازم الواحد في شغله يراعي ضميره ويراعي انه هيموت بعد كده او هيسيب كل حاجه يعني. فلازم حضرتك يا طبيب، الطبيب ده للاسف بيدخل الدين ساعات في الموضوع، ويدخل آيات قرآنية وينهي حديثه بالصلاة والدعاء، ودي حاجة بتجذب بعض الناس وممكن تخلي الناس تنخدع في الشخص ده وتتخيل انه بيتكلم كلام حقيقي، وللأسف ده مش حقيقي. نتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا النهاردة، نتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.